مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير كيك يومي بنكهة المانجا. كيك كتير كتير سهل وبسيط، وإن شاء الله بينجح معكم من أول تجربة بهيدا الشكل الحلو اللي شايفينه. طريقته كتير كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد معنا وقت بالتحضير. بهيدا الشكل شايفين سماكة كتير روعة. شيل هول حطن على جنب. طري شايفين طراوة الكيك، شوي كتير كتير روعة. شايفين طراوي بتعقد، ما ناشف بالمرة من الداخل، كتير روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط 5 بيضات، ثلاث أرباع الكوب سكر، ملعقة صغيرة فانيلا، بخفقن على سرعة عالية. بحط 3/4 كوب عصير مانجا، نفس الكوب بعير فيه كل المقادير، 1/4 كوب زيت نباتي، 2 ملاعق صغار بيكنج باودر، 2 ملاعق. بدي استعمل 1.5 كوب من الطحين، بنخلهم قبل ما استعملهم عشان ما يكبتلوا عنا. بعد ما نخلت 1.5 كوب من الطحين شو بعمل؟ بخفق على سرعة خفيفة وبحط شوي شوي طحين، بحط طحين على دفعات. انتهينا من خلط العجينة، حطينا ورقة زبدة بأرض القالب. هلأ بحط الكيك. أكيد عم حمل فرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. بعمل الكيك بهذا الشكل، وهلأ بحط الكيك بالفرن. هيدا الكيك أخذ بالفرن 45 دقيقة، أكيد حسب كل فرن. بعمل بهيدي الطريقة بالسكينة عشان ما يلزق عنا. هيدا الكيك من أنواع الكيكات اللي كتير طيبة إذا عملتوها. هيدا الشكل النهائي للكيك، شكل بعقد، لون مثل ما شايفين كتير كتير روعة. شو رح أعمل أنا وياكم؟ رح حط زينة كتير بسيطة عليه بس بالمانجا، بزين بالمانجا بهيدي الطريقة، بصفون. رح حط بالنص هيك فراشي صغيرة بتعطي شكل كتير حلو. هيدا الكيك اللي عملته أنا وياكم،
كيكة كتير كتير طريقته سهلة وبسيطة، وإن شاء الله بينجح معكم من أول تجربة. وكتير شكل رائع، شايفين منا شكل بشهي. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.